العالم الهولندي المجهول، هذا العالم الهولندي اللي بيتنبأ بحدوث زلازل وتسونامي في كتير من الدول، وللأسف صدق المنجمون، ولو صدقوا حتى ولو كان هم عالم كبير كذبوا كذبوا. ولو صدقوا. بالظبط، ولو صدفوا صح. المهم يعني هذا العالم الهولندي أعلن إن مصر ممكن تواجه الأيام اللي جاية هو ابتداء من بكرة، نجيبها بالراحة كده، هي الفكرة ان زلزال. مش عارف ان صح شاء الله ولا مش غلط. ان شاء الله مش هيحصل، بس هو الفكرة ان في هلع عند من الناس 19 ل 21 ماشي. ان التنبؤات الراجل ده اللي احنا مش عارفين هو عالم ولا هو ايه بالظبط، يعني مش عارفين. تفتكري هو ايه، مخيري؟ انا بالنسبة لي دجال، لكن في احيانا حاجات من اللي قالها حصلت، عشان كده الناس قلقانة والناس كل خافت. الحاجات اللي هو قالها. هو انا مش متابعاه قوي، بس انا في اللي متابعاه، متابعينه بيقولوا انا هذا متابعاه الكلام، معظم، والله اعلم معظم، يعني. مش هقدر اقول معظم، هو كل الحاجات اللي قالها. وبعدين انا مش عارفه هو بيستند منين الحقائق دي. المهم يعني الراجل ده طلع وقال ان مصر ممكن تتعرض لحاجه زي كده من 19 ل 21، في قلق رهيب في مجتمعات مختلفه، ممكن ما تكونش على نطاق كبير، بس احنا دايما معودينكم الصراحه ومعودينكم ان احنا نسال الناس. اهو هو ده هذا العالم. انا للاسف this kind of activity is normal after، مش يعني هي انا دي التغيير after بغض النظر، بس strong يعني انا عايزين weather نتحفظ على فكرة عالم 3 دي، 4 5 لان ايا مكان هو راجل بقى، هو دجال، هو يعني منجم، وكذب المنجمون ولو صدفوا او ولو صدقوا، ايا مكان. بس المهم ان في ناس بتتعامل مع الكلام ده بجدية شديدة جدا، بتتعامل معاه بخوف، بتتعامل معاه بقلق، وده اللي حصل عند ناس كتير، وخاصة على السوشيال ميديا اللي هم قلقانين متوترين، يعني يعني بصي هقول لك على حاجة، انت بيسألوا. لما تسمعي خبر زي كده كلنا بنتوتر وكلنا بنقلق وبنبقى عايزين حد يطمننا. فاحنا زي ما انا قلت لحضراتكم، انا وسير دايما متعودين ان احنا ما بنخشش ورا الاشاعات ونفضل بقى ونقول ونعمل. فاحنا ايه، معانا الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، وأعتقد إن هو خير الرجال اللي يكلمنا عن هذه الإشاعة الموجودة. إزاي حضرتك يا فندم؟ إحنا موجودين معاك، طمنا لو سمحت. دكتور؟ دكتور محمد؟ طيب. دكتور شريف؟ ألو؟ لحد ما يبقى معانا دكتور شريف، في دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، طمن الناس ان مفيش اي تداعيات لزلزال المغرب على مصر، وان هو بيقول ان مفيش صحة لتنبؤات الشخصية الهولندية دي. وقال حاجة مهمة في كلامه واستوقفتني جدا، ومنطقية جدا وحقيقية جدا، ان الزلازل لا يمكن التنبؤ بيها، ولو كان يمكن التنبؤ بالزلازل كان كانت الناس الدول بالظبط، الكبرى وكان اليابان عرفت عرفت. تعمل آلية بالظبط للتعامل مع الزلازل، اذا ولكن ده حاجة طبيعية بتحصل، فما ينفعش نقول ان احنا بنتنبأ طب ايه بقى، بالزلازل. ايه انتي تقري ايه في الكلام؟ احنا كنا محتاجين دكتور فاروق الباز يعني نتكلم معاه، بس انا فرق دلوقتي، التوقيت بيننا وبينه في امريكا. احنا دلوقتي الصح بيقال ان مفيش تنبؤات للزلزال. ف طب ناخد الدكتور. دكتور اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. طمنا والنبي، احنا قلقانين جدا على كلام هذا العالم الهولندي اللي بيقوله. هل في يعني حاجه ممكن تخلينا نقلق؟ هل فعلا كلامه ممكن يبقى صح؟ من 19 ل 21 ممكن مصر تتعرض لاي شيء؟ والله هو كلامه يعني غير علمي وغير دقيق وغير يعني ايه مسؤول في نفس الوقت. يعني أوكي. انا حضرتك ما ينفعش ان انا اقول، لو فرضنا ان انا انسان يعني مثلا بفهم او بتنبأ فعلا بالزلازل، ما اقدرش اشيل على مجموعه دول واقول ان هيحصل فيها زلزال. ما ينفعش، هذا كلام غير مسؤول. يعني انا، طب انا لو ما يجي يصرح يقول ان في دوله عربيه يحصل فيها زلزال، طب اي دوله عربيه؟ في اي مكان؟ في اي ساعه؟ هذا ليس تنبؤ يعني.
فهذا الكلام من الناحيه العلميه غير صحيح. ما عندناش اي اجهزه بتقرا اي تغيير، اي حركات احنا ممكن تترجموها بشيء تحبوا تبلغوا بيها المواطنين؟ احنا حضرتك بالنسبه انا يعني بالنسبه لقسم الزلازل اللي عندنا في الشرق القوميه، احنا لم نرصد اي تغير في اي نشاط يعني على مستوى مصر، وجميع المحطات لم تسجل اي زلازل تقريبا الا زلازل اللي اتعرف عليها ان هي اصغر من واحد او اكبر من واحد بقليل، اللي هي لا يشعر بها انسان، زلازل قليله جدا. ولو حصل لا قدر الله في نشاط فجائي يبقى عارفين مكانه ونبلغ بيه الصفات ان هذا المكان. طب هو نحمد الله سبحانه وتعالى دكتور ان هذه الاماكن اللي بتحصل فيها زلازل في مصر تبقى في اماكن بعيده عن السكان ان شاء الله، يعني تصل البحر الاحمر او يعني في حدود مصر او في على بعد 400 كيلو من الحدود المصريه في الشمال، فهذه الاماكن كلها بعيده عن داخل حدود القطر المصري. طب هل يا دكتور فعلا ان الزلازل لا يمكن التنبؤ بيها؟ فعلا حضرتك احنا عندنا في علم الزلازل علمين، علم التنبؤ وعلم التوقع. علم التنبؤ ان الناس تريد مننا ان نتنبأ بالزلزال نفس الطقس، يعني غدا الساعه كذا لا قدر الله في الوقت الفلاني سيحدث زلزال في المنطقه الفلانيه وسيكون قوته كذا. هذا يعني علم يعني في استحاله على مستوى العالم كله ومنتجه حتى الدول العظمى. ده التنبؤ، لكن التوقع بقى. التوقع بقى حضرتك ان جميع علماء العالم في الزلازل وعلماء الارض بيدرسوا سلوك الارض في الاماكن النشطه الزلزاليه، بيقدروا يعرفوا ان في احتماليه حدوث زلازل بنسبه مثلا 2% 10% في 10 سنين جايين او 100 سنه الجايه باقصى توقع للزلزال مثلا قوته كذا. خلاص؟ فهذه المعلومات وده افضل طريقه للامان من الزلازل، اللي بتدخل مباشره في الكود البلاوي الزلزالي للاماكن اللي هي النشطه زلزاليا او الناس القريبه من هذه الاماكن النشطه زلزاليا، وبالتالي بيتم تصميم مباني تقاوم الزلازل في هذه الاماكن. لكن احنا ما عندناش التوقع. احنا عندنا كود زلازل يعني. عندنا التوقع ده حضرتك. لا يعني احنا ما عندناش التوقع ان في زلازل هتحصل، يعني بالتوقعات. الحمد لله ما عندناش. مفيش الحمد لله. الان ان في زلازل هتحصل، يعني في توقع ان شاء الله يا رب. يا رب الا ان في نشاط يعني في البحر في شمال البحر المتوسط اللي هو بالاحزمه الزلزاليه اللي هي موجوده زي في انظام الشرق البحر المتوسط، ده بالان الاخر بيسبب زلازل نتيجه لوجود حزام في على بعد 400 كيلو مننا، وهذا الحزام غير مؤثر على البنيه التحتيه، ممكن يعني يسبب بعض الازعاج في مراحل مختلفه، يعني في قصدي مسارات زمنيه مختلفه اللي الناس بتشعر بالزلزال. طب هل هذا الحزام دلوقتي ناشط؟ هل في اي قلق فيه؟ لا الحزام ده كلمه حزام يعني معناها في زلازل ذو استمرار بتحصل فيه عليه كل من قال لاخر يعني. حضرتك احنا ممكن نحس بيه ولكنه لن يؤثر على البنيه التحتيه. على البنيه يعني التحتية مش هيبقى ليه اي مشكله غير الاحساس فقط هذا لو حدث. مظبوط؟ تمام يا دكتور. اشكرك ميرسي يا دكتور. ربنا يحفظنا ويحفظ مصر ويحفظ العالم كالعاده، وزي ما عودناكم احنا بس بنحب نطمن حضراتكم، وطبعا اهو يعني الحمد لله طمنوا ان شاء الله خير ما فيش اي شيء. وهذا العالم خلينا نشوف حكايه العالم هذا الدجال، خلينا برضه مش عايز اقول الدجال اللي هيطلع. بصوا هذا الرجل هذا الشخص لا نعلم عنه شيء، هيثبت مصداقيته بكره. لو كده انا هعمل له ديليت البيج وان فولو ومش عايز اشوف وشه تاني. خلونا نطلع فاصل ان شاء الله لن يثبت.